اليوم مادة القهوة مثلا على المستوى العالمي انتقلت من 2.5 دولار للكيلو إلى ما يقارب 7 دولار في بعض الأحيان. تسقيف هذا السعر يبقى في متناول الجميع، وذلك ب يعني الدولة أنها تتكفل بالفارق في السعر اللي أضيف عالميا لهذه المادة، حتى لا تعرف هذه المادة ارتفاع جنوني. هذا الارتفاع هو مرحلي بطبيعة الحال، سنقص من هذه التدعيمات ومن هذه المساعدات اللي قدمنا لهذه المادة يعني شيئا فشيئا، حتى ترجع مادة القهوة إلى مستوياتها الطبيعية. في الآونة الأخيرة لاحظتم أن بين عشية وضحاها الجاج كان يدير 350 دينار، سنرتفع إلى 450 حتى 500 دينار، وفي بعض الأحيان في بعض الأسواق تجاوز حتى هذا السعر. نمشينا مع إخواننا في وزارة الفلاحة وهم مشكورين، لأن وزارة الفلاحة عندما كان فيها ارتفاع في الإنتاج تم تخزين كميات معينة، عندما استوردنا كميات من الخارج من خاصة من البرازيل تم تخزين كميات معينة، إذن تم تخزين حتى حجم 11 ألف طن من اللحوم البيضاء. إذن خذينا فيه قرار أنه هذه المادة تخرج ابتداء من اليوم، يبدأ توزيعها.